يقول إذا تعجل الحاج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ونزل منى لمتابعة عمل، يعني ذهب إلى مكة وعاد إلى منى، ونزل إلى منى لمتابعة عمل أو واجب وغربت عليه الشمس هنا، فهل يلزمه المبيت أم لا؟ ما دام قد تعجل وخرج من منى بعد أن رمى جمرات بعد الزوال بنية أنه أنهى نسكه، فقد انتهى نسكه، فإذا عاد إلى منى بعد العصر مثلا لمتابعة عمل فهو حر، متى شاء خرج، لأنه قطع نية العبادة وخرج فعلا من منى قبل غروب الشمس، فإذا عاد فهو حر إن شاء بقي وإن شاء لم يبقى. ولكننا ننصح هذا الأخ الذي سيبقى في منى في عمل أن لا يتعجل، بل أن يبقى في منى على نية النسك ليكتب له أجر في ذلك، فإنه إذا بقي على نية النسك فله أجر تلك الليلة وله أجر رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر.